او 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 ماي جارد او ماي جارد، وصلنا 10,000 مشترك على القناه الثانيه. بشكركم واحد واحد يا علويه من كل قلبي ورب النعمه بشكركم. قدرنا ان احنا نوصل 10,000 مشترك. ياس، طبعا كل اللي مش مشترك في القناه الجديده، القناه موجوده في الديسكريبشن في الوصف تحت الفيديو ده على طول، هتلاقي اللينك بتاعها، روح هناك واعمل اشتراك وفعل الجرس على طول. والجروب بتاع روبلوكس موجود في الوصف برده تحت الفيديو، كل اللي مش مشترك في الجروب يشترك في الجروب. ويلا بينا ليتس جو على طول. بس قبل اي حاجه لازم تعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا نشوف المغامره بتاعتنا. ليتس جو. وصلت المدرسه ياس. طبعا انا باجي المدرسه على طول متنكر انا واصحابي. ليتس جو واصحابي هناكم. حركات. اهلا يا ابو علي، صباح الفل، حركات صباره، صباح الخير يا نكش. اهلا يا ابو علي. ايوه كده رجاله، احنا متنكرين. ايه ده، انا شايف الميس مديحه هناك اهي. بلا ميس مديحه بلا وجع دماغ يا راجل، ده ابله الاكاديميه، انا ما بحبش وجع الدماغ ده. هو بس حركات الميس مديحه انت عارف اديتنا احنا الثلاثه انذار، ولو ما عملناش بالانذار ده هترفدنا. انت ما شفتش المره اللي فاتت قالت لنا لو ما سمعتوش الكلام انتوا الثلاثه هرفدكم، لان انتوا اسوا ثلاثه في المدرسه. بص ميس مديحه واقفه بتبص لنا. بصوا بتبص لنا ازاي. اوكي يلا حركات، ندخل بسرعه. الميس مديحه دي انا مش بحبها. يعني مين اللي بيحبها في المدرسه؟ انا ما بحبهاش يا ابو علي، ولا حتى الواد كهربا. ايه ده نكش، نكش كهربا، انت بتحب ميس مديحه؟ بس ما تجيبوليش سيرتها، ما بحبهاش ابدا. وانا كمان مش بحبها. اوه شايفين ميس كاترينا هناك اهي في الفصل بتاع الانجليزي، شايفها حركات؟ شايفها. انت هتكذب، حركات بالصباره اللي انت لابسها شايفها منين دي؟ انت كذاب قوي، شايفها ازاي؟ شايفها الاسطح، انت مالك انت يا ابو علي؟ شايفها، ما انا عارف ان ميس كاترينا واقفه هناك اهي، لكن ميس مديحه بص بتبص لنا ازاي؟ ده عايزه تضربنا يا ابو علي شكلها. انا عارف ميس مديحه بصلنا كده ليه؟ ميس كاترينا، هناخد حصه الرياضه هنا عند ميس مديحه وبعد كده هنجيلك، استنينا، انا بحبك يا ميس كاترينا، كلنا بنحبك. لازم نيجي لميس مديحه. ميس مديحه بكرهك. ميس مديحه دي كرهتني في رياضه وفي كل حاجه. وانا كمان يا الله. يلا بينا ندخل الفصل يا ابو علي بدل ما ناكل علقه. يلا بينا حركات بسرعه، يلا بينا، تعالى تعالى خلينا نخش الفصل بسرعه. ميس مديحه احسن ميس في المدرسه كلها. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ ميس مديحة، انا لابس موزة، ما بتحبش الموزة؟ اقعد مكانك دلوقتي يا اما هرفدك. لا 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 ميس مديحة اقعد مكاني اهو، اهو خلاص. وانا اقعد مكاني، اقعد يا نكش، ما تقعد بقى واد انت كهربا. اول حاجة انا لازم اعرفها انتوا لابسين كده ليه؟ وانا مديالكم قبل كده انذار وقلت لكم اللي هيعمل اي غلط هيترفد. يا شيخة حرام عليكي بقى، مفيش غير الرفد كل شوية، ما تقعدي بقى ساكتة يا ولية. انا سمعت صوت، الصوت ده منين؟ هيكون من مين يعني يا أبلة؟ الصوت جاي من الفصل اللي ورانا. انا هديكم 30 ثانية بالظبط، لو مغيرتوش الهبل اللي انتوا عاملينه ده انا هرفدكو. الله 30 ثانية، طيب اغيره دلوقتي. 30 ثانية يا أبلة، 30 ثانية بتقول لك حركات كهرباء ومغير. انا لازم اغير الموزة دي، انا اصلا ما بحبش الموز، لازم اغيرها، هنترفد. خلينا اغير الصبارة بتاعتي، كنت لابس الصبارة عايز اشوك بيها الأبلة مديحة. ايه اللي اتقال ده؟ انا سمعت صوت. بقول احسن ابله في المدرسه الابله مديحه. انت سامعك ايه ما شاء الله؟ عندك دي جي في وداني. اسكت بقى حركات، يخرب بيتك كان يترفد. خلينا نغير الموزه. خلاص كله غير اللبس بتاعه دلوقتي. ايه ده؟ بص يا ابله مديحه، انا غيرت اللبس بتاعي حتى كهربا، لكن الكائن اللي جنبينا ده احنا ما نعرفوش. بذمتك ايه رايك يا ابله ديحه؟ مش انا شكلي دنياصور؟ دنياصور ايه؟ حركاتي يخرب بيتك هترفدك، اقعد اقعد ساكت. بس انا شكلي دنياصور يا ابو علي. اسكت بدل ما اخلي الدنياصور يقرمك من راسك. ابله مديحه، ايه رايك في الدنياصور؟ لو ما قعدتش مكانك دلوقتي يا حركات وغيرت لبسك انا هرفدك، اقعد مكانك. الله انت بتعملي وشك كده ليه يا ابله مديحه؟ بقى يا رب تدينا ابلتين في المدرسه، ابله مديحه كئيبه وتدينا ابله كاترينا زي السكر. طب يا ابله انا عندي سؤال، انت ليه خليتي كل الطلاب بتاعه المدرسه ما تجيش معانا؟ عشان انتوا الثلاثه متعاقبين، انتوا الثلاثه واخدين انذار، ولو خالفتوا الانذار ده هرفدكم من المدرسه، مفهوم؟ مفهوم يا ديحه، مفهوم يا ابله مديحه. انت لسه ما غيرتش الديناصور، انا هرفدك. لا خلاص اهو غيره اهو، انا ما بحبش الديناصور اساسا. ايه ده؟ انت لابس ايه؟ انت جايب لبس البيت؟ لا بس ايه رايك يا ابله مديحه؟ شياكه لبس القطه حلو، لسه شاريه من سوق الجمعه.
ب7.5 جنيه الطقم. ما تروحي تجيبي لك طقمين قبل ما ديحه كده، غيري شكلك بقى بدل الكرافطه اللي عندك اللي بايظه دهيا. انت هتنرفزني وهتخليني ارفضك شكلك. انت ما تسمعش صوتك، مفهوم؟ مفهوم يا ابله، مفهوم مفهوم يا سعاده اللواء. اتفضل امشي. لواء مين؟ انت مجنون؟ مفهوم يا ابله مديحه، افتكرت فيلم راجل النمله. يلا معلش روحي شوفي انت رايحه فين. انت ولد، انت بتقولي انا رايحه فين؟ ما يلا بقى امشي بقى، خنقتيني. حركات ده مشكلة. ايوه الحركات ده مشكلة، انا عارف ان هيترفض وهنترفض احنا كمان بسببه. طيب بما ان انتوا اكتر ثلاثة مشاغبين في المدرسة، انا عايز اعرف مين اللي عمل الواجب ومين اللي ما عملوش. انا قلت لكم اللي مش هيعمل الواجب هيترفض. بصراحة يا قبلة مديحة انا ما عملتش الواجب. ابو علي وانت ما عملتش الواجب ليه؟ بصراحة يا قبلة مديحة يعني انا كنت راكب عجلة وكان في واحد تاني راكب عجلة فعملنا حادثة فرجلي وجعتني. يخرب بيت الكذب اللي فيك يا واد. حركات، انا ما قلتلكش تضحك. احسن يا حركات، يلا البس بقى وريني انت عملت الواجب ولا لا. حركات فين الواجب بتاعك؟ بصي بصراحه قبل ما اضيعها كده عشان نكون على نور، انا ما كنتش فاضي ان انا اعمل الواجب. وما عملتش الواجب ليه يا حركات؟ يا أبلة مديحة مش محتاجة سؤال، ما عملتش الواجب عشان ما كنتش فاضي، كنت بذاكر يا أبلة مديحة. حركات ده مجنون وهتترفد بسببه، يخرب بيتك حركات. حركات ده يا أبو علي يرفدنا يخرب بيته. أنا ميس مديحة، لو ما خليتكمش انتوا التلاتة تعرفوا قيمة حصة الرياضة وقيمة ميس مديحة، ما بقاش أنا ميس مديحة، انتوا هتترفدوا بسببي، أنا هوريكوا. يا شيخة وجعت دماغي بقى، بلا ميس مديحة بلا بتاع، يا ناقصة وجع دماغي على الصبح. يا حركات اسكت يخرب بيتك، مش عايزين نترفد عشان أروح لميس كاترينا بقى. أيوه يا عم أنا عايز الحصة دي تخلص، مش طايق ميس مديحة دهيا. أنا سامعة صوت، دلوقتي هديكم سؤال واللي مش هيعرف يجاوبه هرفضه من المدرسه. يا نهار زي وشك يا ابله مديحه، هترفضيني من المدرسه عشان مش عارف السؤال؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انزل استخبى تحت الديسك، خلينا استخبى في الديسك بلا سؤال بلا وجع دماغ. ايه ده يا حركات يخرب بيتك حركات، قوموا يلا دلوقتي. ايه ده انت عامل كده ليه يا حركات؟ حركات مش هنا، حركات مشي من الفصل. قوم بسرعه يا اما هرفضك. خلاص هقوم اهون يا ابله مديحه، انت مفيش غيري ولا ايه؟ عاوزه ايه يا ابله؟ جاوب على السؤال ده. الحمد لله حركات ولا اجاوب، انا اقعد في مكاني. بقول لك يا كهربا احنا ميتين، مش موجودين. ايوه طبعا طبعا، بلا سؤال بلا وجع دماغ، انا عارف ايه كله ده سؤال. حركات يلا جاوب على السؤال ده. ايه ده انت بتعمل ايه؟ يا نهار احمر الجو بره ايه؟ كله غمامه، شكلها هتمطر قبل ما ديحه. حركات انا قلت لك جاوب على السؤال، تعال هنا. شكلها هتمطر. جاوب على السؤال. بقول لك هتمطر انت مش ماشي. قبل ما ديحه جاوب على السؤال، هو فين السؤال ده؟ هو انا ذات عن نفسي مش شايف اي سؤال، لو اي حد غيري شايف السؤال يقوم يجاوب. قرب من السبوره حركات يا اما هرفدك. هو كان لازم يعني تعملوا السبوره في اخر الفصل، ما كنتوا تحطوها في اول الفصل عشان اول ما نخش نشوف السبوره ده. هي ايه ده كله ده سؤال؟ يا نهار احوش. قرب وجاوب على السؤال يا حركات يا اما هرفدك. طيب هجاوب اهو بالراحه عليا. انا هجيلك بقى تاتاتاتا، ما انا بقى مش عارف سؤال، لازم امشي كده هو. ايه ده ما تيجي على رجلك. اعملك يا قبله مديحه، شفت بقى انت لخبطتيني اهو. انا كنت بعد الخطوات بتاعتي، هرجع من تاني واعمل نفس الحركه. استني بقى، انا مش ذنبي ان انتوا مش حاطين تاكسي في المدرسه. تاكسي؟ تاكسي انت مجنون؟ ايوه انا قبله مديحه، تاكسي يجي ياخد الطالب من اول الفصل يوديه للسبوره عشان انتوا حاطينها في اخر الطرقه. استنى اساعدك حركات، اساعدك عشان تروح للسبوره بسرعه. الله يخرب بيتك ابو علي، انا عامل نفسي مش عارف اروح للسبوره وانت تقول اساعدك، انت مجنون؟ معلش حركات افتكرتك بتتكلم بجد. خلاص ده انت غبي، روح اقعد على الديسك. طيب ماشي حركات، ثانك يو. اقعد انت بقى جاوب بقى، جاوب حركات، ما تنساش تقفل. طب ما تقوم انت تقفل يا اخويا. لا ما احنا سيبنا لك انت التقفيل. طيب ماشي انا هجاوب اهوت، هو ده السؤال قبل ما ديحه. زي ما قلت لكم كده، اللي هيجاوب على السؤال ده هيكون في المدرسه، واللي مش هيجاوب هيترفض. يلا حركات انت اول واحد. مش معنى حركات يعني اول واحد، ولا انتوا فاكرين حركات اينشتاين؟ طيب هجاوب لك على السؤال قبل ديحه. شوفي بقى زي ما بقول لك كده، 4 + 4 = 1 + 1. 4 + 4 = 8. ايه ده حركات انت جاوبتها لوحدك؟ طبعا يا ابو علي، سقفوا لي يا جدعان، برافو عليك حركات. طيب يا حركات كمل بقيه السؤال. طب انا جاوبت نصه قبل ما اضيع. 4 + 4 = 8 + 1
ناقص واحد يعني 8 دول راحوا مع الواحد دون بره المدرسة معناها 8 ناقص 8 يبقى 0 زائد واحد تاني يبقى الإجابة الكلية 15. آخر جواب عندك 15؟ أيوان أنا متأكد من القرار بتاعي 15. حركات اطلع بره الفصل بتاعي ما اشوفكش في حصة الرياضة بره. الله هي دي المكافأة اللي بتدقاني بعد ما جاوبت السؤال؟ ماشي يا بلديحة أنا ماشي أساسا ناقص وجع دماغ. ابو علي انت اللي هتجاوب دلوقتي. انا اللي هجاوب؟ ما تخلي كهربا قبل مديحه. انت اللي هتجاوب بقولك. طيب ماشي قبل مديحه. يلا جاوب يا اخويا يلا ما تنساش تقفل. اسكت حركات اسكت. طيب بص قبل مديحه هو الاجابه الكليه اللي حركات جاوبها قال 15 وهنا في زائد 15 زائد 15 يبقى 20. الاجابه الكليه 20 قبل مديحه. اطلع بره انت مرفوض اشوفكش في المدرسه تاني. خلاص ماشي انا ماشي. استنى حركات خدني معاك. قلت لك القبله دي ما نخش. لا اعوذ بالله يلا بينا نمشي. طيب حركات يلا يلا تعالى. كهربا لو ما جاوبتش على السؤال ده هتترفد انت كمان. هجاوب يا قبله هجاوب ماشي لازم اجاوب سؤال سهل اساسا. انت مسحت السبوره. ايه ده انت مرفوض يا كهربا برا. خلاص بالراحه مش عايزك تاني اصلا. طلاب فاشلة شوية فاشلين. يلا بينا حركات. مس كاترينا صباح الخير يا مس كاترينا. صباح الخير يا ابو علي. صباح الخير يا حركات. احنا اسفين يا مس كاترينا على التأخير بس احنا كنا في حصة الرياضة عند ابلة ديحة. الابلة مديحة دي يا مس كاترينا لازم ترفدوها. انتوا عارفين ابلة مديحة رخمة شوية. رخمة وبس ده رخمة ورخمة ورخمة. ايه ده الكهربا انت عملت ايه؟ جاوبت السؤال؟ طبعا قفلت. طبعا قفلت. الواد ده شكله بيكذب حركات. قفل مين ده شكله اتطرد. الحصه بتاعتنا ايه النهارده يا ميس كاترينا؟ انا بحب الحصه بتاعتك قوي. وانا كمان بحب الحصه. كلنا بنحبك يا ميس كاترينا وبنحب الحصه بتاعتك. الحصه النهارده ايه؟ ايش 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 سمكه يعني فيش. ايش 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 سمكه يعني فيش. ايش 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 سمكه يعني فيش. الله عليك يا ميس كاترينا بنحب الحصه بتاعتك ابلة. وانا كمان بحب الحصه بتاعتك ابلة. ايش 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 سمكه يعني فيش. يس. طيب ستوب ستوب يلا الكلمه اللي بعدها دلوقتي هتاخدوا كلمه جديده. كلمه جديده ميس كاترينا. اوكي استنى حركات نشوف الكلمه الجديده. طيب ماشي هي ايه الكلمه الجديده دي يا ابلة؟ انت يا واد يا ماندو شباك يعني ويندو. الله عليك يا ميس كاترينا. انت يا واد يا ماندو شباك يعني ويندو. هو ده الكلام كده تحفظ الانجليزي بكل سهوله مش ميس مديحه مصعبه علينا الماده. يا سلام عليك يا ميس كاترينا. يلا الكلمه الثالثه. ايوه يا ميس كاترينا حفظينا الكلمه اللي بعدها. اه يا وجع الضرس ممرضه يعني نيرس. الله عليك يا ميس كاترينا. يا وجع الضرس ممرضه يعني نيرس. شايف حركات التعليم بنتعلم بسهوله. طبعا لازم تكون كل المدرسين زي ميس كاترينا. ايوه انا حركات شايفه كهربا شايف. ايوه انا شايف. هو ده التعليم ولا بلاش يا ميس كاترينا؟ ايه الكلمه اللي بعدها؟ اي حد منكم يالف كلمه دلوقتي ويركب عليها اغنيه. الف كلمه. انا ميس كاترينا انا الفت واحده. اذا انت الفت حركات لحقت كده دماغك تشتغل. طبعا لازم تشتغل. هو ما بتشتغلش عند ميس مديحه بس بتشتغل هنا عند ميس كاترينا. انا الفت واحده قبلة. الله عليك حركات جامد. الفت ايه؟ شوف يا سيدي عربية يعني كار وانا نفسي اكون طيار والنجمة يعني ستار. برافو عليك يا حركات 10/10 طالب شاطر جدا. اوه ده ركبها فعلا. عربية يعني كار وانا نفسي اكون طيار والنجمة يعني ستار. يس حصة الانجليزي بموت فيها يا ميس كاترينا. انت حبيبتنا في الانجليزي مش عارف اقولك ايه. اي لاف يو. وانا كمان اي لاف يو. يا سلام عليك يا ميس كاترينا. هي دي الحصص ولا بلاش؟ ورب النعمة يا ميس كاترينا انت المفروض تبقى انت وزيرة الكهرباء. ايه ده وزيرة الكهرباء؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ دي مدرسة ويوم ما تترقى تكون وزيرة التربية والتعليم. وزيرة كهرباء ايه؟ لازم تكون وزيرة الكهرباء. تكون هي المسؤولة على النور. النور اللي بيفصل المدينة واللي بيشغل المدينة. ودي علاقتها دي طيب يا ابني؟ مش عارف بس اهم حاجة تنتقم من الناس. الله يخرب بيتك حركات انت دماغك متفرمطة. دلوقتي اخر جملة معانا. هريدي مسافر شرم ومزرعة يعني فارم. الله عليك يا ميس كاترينا هو ده التعليم. هريدي مسافر شرم ومزرعة يعني فارم. هريدي مسافر شرم مزرعة يعني فارم.
انا ألفت واحده ميس كاترينا على ابله مديحه اقول لك عليها. قول لي عليها يا ابو علي. هقول لك طبعا يا ميس كاترينا، ميس مديحه ضربه بوز والجزمه يعني شوز، ايه رايك؟ حلوه قوي. الله عليك يا ابو علي، روح قولها لابله مديحه. طبعا يا حركات اقول لابله مديحه كده. ده ميس مديحه دي بوز فعلا وجزمه يعني شوز. يلا حركات، ميس مديحه ضربه بوز والجزمه يعني شوز، ميس مديحه ضربه بوز والجزمه يعني شوز. طيب انا هوريكو، انا ضربه بوز والجزمه يعني شوز، انا هوريكو. ميس مديحه ضربه بوز والجزمه يعني شوز. ايه ده؟ قنبله قنبله. ايه ده؟ قنبله قنبله. ميس كاترينا، ايه ده؟ قنبله. ميس كاترينا دي لازم اقضي عليها، والطلاب دولت كمان. قضيت عليهم. ايوه كده، اللي زيكم لازم يموت. ابله انت ابله مديحه اللي عملت كده. طيب انت لسه عايش؟ ايوه عايش، وعاوز اقول لك حاجه، ميس مديحه ضربه بوز والجزمه يعني شوز.